الحين ما نمضي، احنا نعلق هنا. أعتقد من جملة ملاحظات كثيرة وخروقات كثيرة حدثت في الانتخابات، أهمها هو فشل جهاز التحقق في تقديم خلينا نقول بياناته دقيقة، وهذا الجهاز حرم عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين من إدلاء بصوتهم، وهذا الخلل حقيقة تتحمله مفوضية الانتخابات. لاحظنا وجود مشاكل في مراكز الانتخابية في مخيمات النزوح، بوجود فوضى بالانتخابات، وجود استغلال واضح للمال العام في وتوظيف الفعاليات والمهام الحكومية في الدعاية الانتخابية وفي كسب أصوات الناخبين. خروقات خارج المراكز أو أي خروقات تحصل في يوم الاقتراع، فبالتأكيد المفوضية لديها فرق، وأيضا مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المراقبين المحليين والدوليين، فبالتالي يجب أن تشخص هذه الخروقات ويحقق فيها المفوضية لديها صلاحيات بموجب القانون بأن تعاقب الأحزاب أو أن تحيل إلى القضاء.